تحت الشعار مغربية العالم بموهبة متعددة، خلدت الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة اليوم العالمي للمرأة، كما قام بتكريم عدد من النساء المهاجرات من تخصصات ومجالات مختلفة، عرفانا لهم على مجهوداتهم في الرفع من إشاعة صورة المرأة المغربية على الصعيد الدولي. التكريم ديال اليوم هو تكريم التفوق وتكريم النجاح وتكريم المرأة المغربية المهاجرة اللي رغم الظروف الصعبة اللي ربما مشات فيها واللي ربما كتتعاش فيها نجحت أنها تفرض نفسها وأنها تميز في ميادين متعددة. فهناك الأستاذة في الجامعية في الرياضيات، الأستاذة الجامعية في البيولوجيا، هناك الطبيبة، هناك الصحفية، هناك اختصاصات متعددة، ودي الحمد لله تفوقوا التفوق الكبير وعطوا واحد الصورة ممتازة على المرأة المغربية وعلى المستوى العالي وعلى من الأخلاق ديالها. وبالتالي أقل ما يمكننا نعمله اليوم في هذه المناسبة ديال 8 مارس أننا نحتفيوا بالمرأة المهاجرة. تنظيم هذا النشاط يعد استكمال الأنشطة التواصلية والفنية التي تبرمجها الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج تخلد لليوم العالمي للمرأة لاعتراف بمساهمة المرأة المغربية في المسيرة التنموية التي يعرفها المغرب. تكريم لي أنا ولكن للمغربيات كاملين، فأنا كما قلت لكم من تعطاليا تكريم لكل مغربية سواء كانت في المغرب أو خارج المغرب في القرية أو في المدينة. فأنا أحيي كل المرأة المغربية ونطلب منها أنها تكون متفائلة مهما كانت الظروف وتستمر في الكفاح والنشاط ديالها وتكون عضلة قوية من الجسم المغربي. فرحانة بزاف أنا بالتتويج ديال اليوم لأنه كيعني لي أنا والنساء المغربيات المهاجرات الكثير، لأنه على الأقل اعتراف بتشبثنا بالوطن ديالنا وبوطنيتنا وبحبنا لوطننا. باختصار كل واحدة فينا في الميدان ديالها كتحاول توصل رسالة بأن المغرب هو بلد عريق وكنحاولوا نعرفوا به وكنحاولوا نشرفوا بلدنا ونبينوا بأن النساء المغربيات هما قد المسؤولية وفي مستوى عالي الحمد لله. تكريم النساء المغربيات المهاجرات ممن تميزنا في مجالات الفكر والعمل الجماعي والثقافة والفن يعد عنصر تحفيز لهن على مزيد من البذل والعطاء لارتقاء بصورة المرأة المغربية وإبراز تميزها على الصعيد الدولي.